الحاجات المهمة يا أحمد إنه أنت طالع الجيش فريق كبير عنده لعيبة مهمين ولعيبة جيدين، بس بالمقارنة بفرق أخرى في الدوري مثلا بحجم الإمكانيات والصرف. أنا عارف طالع الجيش برضه بيصرف بالمناسبة، عشان الناس بتفتكر لما نقول إنه فرق الإمكانيات إنه طالع الجيش فريق ما عندوش إمكانيات مادية أو فيه إمكانيات مادية، بس مقارنة مثلا بسيراميا كليوباترا، البنك الأهلي، بيراميدز، فيوتشر، طبعا الأهلي والزمالك، فرق كتير في الدوري وهنسى أسماء أكيد. لا انت فريق مش الطبيعي انك تبقى في المركز الرابع، ازاي ده حصل؟ هو كابتن ازاي تقدر تحفز اللاعبين وهم اكيد ما بياخدوش نفس الارقام اللي ممكن يشوفوا لعيبه تانية بتاخدها في الدوري؟ انا زي ما قلت لحضرتك ان احنا محظوظين ان احنا معانا لعيبه كبيره جدا يعني. الكابتن حتى اول ما جه مسك الفرقه الكابتن اشتغل على ان هو حط لهم تارجت، قال لهم احنا انا شايفكم ان انتوا فرقه كبيره اللي فيها لعيبه كبار جدا، بس احنا عايزين نشتغل على التارجت ده احنا هنوصل له بالشغل والتعب والالتزام. فالكابتن لعب على الحته دي وفي نفس الوقت دعم زي ما يعني حضرتك بتقول الامكانيات الماديه مش زي الفرق الثانيه، بس الكابتن زود شويه الحوافز الماديه بالنسبه للمباريات. دي نقطه مهمه. فابتدى من هنا الكابتن يشتغل في الحته دي، والحمد لله يعني الكابتن مسك الفرقه كان 5 بونت بعد 8 مباريات، وكان فرق بيننا وبين فيوتشر 20 بونت. فالحمد لله ان دلوقتي احنا راس براس مع فيوتشر وبننافس على المركز الرابع، يعني لو كسبنا الماتش الجاي احنا الرابع ان شاء الله. صحيح. ف يعني انا بقول ان الفتره دي فتره مش يعني الوصول للمركز الرابع مش وصول من فراغ، الوصول بعد تعب وجهد كبير جدا من الجهاز الفني بقياده الكابتن طارق، لعيبه محترمه، دعم كبير جدا من مجلس الاداره، والحمد لله يعني كابتن طارق كمان يعني بيشتغل على كده مشروع، يعني بيتكلم على طول مع اللعيبه ان احنا السنه دي مش عايزين تبقى سنه استثنائيه، احنا عايزين نعمل مشروع تبقى بدايه للنادي ان شاء الله، ان النادي يتحط في المكانه اللي هو يليق بيه. هايل.